كنتوا بتشيلوا الكور وبتقولي دلوقتي الجزم كمان. ساعات لما بنتكلم في الحاجات دي الناس بتقول بنبالغ او بن بس دي حقيقه. يعني النادي الاهلي كابتن اسلام النادي الاهلي كبير اتربينا على حاجات معينه اسس معينه زرعوها فينا اللعيبه الكبيره. ف في حاجات يعني الناس بتشوف ان انت بنأفور فيها، لكن هو ده اللي كان موجود. دي الحقيقه. طبعا انت ده دورك في النادي، سواء لعيب صغير لعيب كبير. اي سفريه بنساعد بنشيل بنعمل. الفتره دي كان عندنا 2012 دي بطوله افريقيا ما عندناش الا هي. النشاط كان واقف، ما فيش كوره في مصر، فكان لازم كل تفكيرنا في البطوله. فابو تريكه نفسه كان بيشيل معانا، وائل جمعه كان بيشيل معانا. طبيعي احنا عيله يعني اسره يعني. بس هو تريزيجيه عشان مرتبط بالنادي وبيحب النادي يعني هو بيضرب مثال ان لازم الحاجات دي تبقى موجوده. وصدقنا يا كابتن اسلام في حاجات كتير اتغيرت، بس يعني تظل صوابه النادي الاهلي ثابته ومعروفه ولازم نفضل نحافظ عليها ونكبرها، لان ده هو اللي هيبقى لنا. يعني احنا في 2012 حصل موقف بمناسبه اللي تريزيجيه له. انا بشوف دايما لازم نحب النادي الاهلي بجد ونخلص له بجد، ما نقولش كلام قدام الناس ونعمل حاجه ثانيه او نحاول نكسب تعاطف الناس، سواء على السوشيال ميديا سواء على الكلام ده كله، وانت من جواك ما بتعملش الكلام ده. بتحب النادي لازم تحب النادي بجد، لازم تعمل الاشياء اللي تخليك تحب النادي، ومحدش يزايد بحبه للنادي. النادي ادانا كتير وادى الناس كلها كتير واستفدنا كتير من النادي، فلازم يبقى فيه اخلاص وحب للنادي بجد. يعني احنا جينا في 2012 حصل موقف كابتن حسن حمدي، وكان رئيس النادي، وكان الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي وكنا احنا الثوره حصلت وبعدين النشاط واقف، وكان في مستحقات للعيبه يعني. انا بحكي لك على موقف من المواقف اللي هو اللعيب لحد في الاعلام عرف، ولا حد جاب سيره ومحدش زايد ولا قال انا ضحيت ولا النادي، ده الطبيعي تجاه النادي الاهلي. وقال الكابتن حسن حمدي ان في ازمه ماديه في النادي، ولازم بنقترح على اللعيبه يعني لو في امكانيه اللعيبه تتنازل عن جزء من مستحقاتها 30% من المستحقات عشان النادي، عشان نقدر نوفر بقيه المستحقات. هنتنازل عن جزء ونقدر نوفر في الوقت القريب. لو محدش هيقدر يتنازل مفيش اي مشكله خالص، النادي الاهلي ما بيجبرش حد على حاجه، بس الموضوع هياخد مننا شويه وقت نظرا للظروف اللي احنا فيها. يعني الكلام ده 2012 في بطوله افريقيا اللي احنا خدناها. انا فاكر البطوله دي كويس لان لعبت فيها حوالي 6 مباريات او 5 مباريات، دي اللي كسبنا فيها الترجي وعملنا بطوله ما تتحكيش يعني. طبعا كان معانا ناس عارف يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه قيمه النادي الاهلي فانا كنت صغير يعني وعقدي قليل يعني. فالرقم بتاعي بالنسبه لي كان كتير يعني. بس بالنسبه لي انا كبير بالنسبه لك. هيفرق معاك انت كتير. كان ولد صغير يعني. 30% يعني لو 100,000 جنيه 30,000 هتفرق. فبالنسبه لي انا قاعد وجنبي الكابتن وائل جمعه وكابتن ابو تريكه بركات والنجوم بقى الكبار كلهم. فالكابتن حسن سابنا شويه نتكلم مع بعض كلعيبه وخرج هو الكابتن الخطيب ورجع قال محدش مجبر على حاجه، دي حاجه ليكوا، بس احنا بنحاول نحل ازمه في النادي يعني. عشان يبقى تاخدوا فلوسكوا في اقرب فرصه. الموضوع ده محدش يعرفه يعني. فابو تريكه اتكلم والكابتن وائل جمعه اتكلم، قال يا جماعه النادي احنا ما شفنا خير وفي مواقف كتير، والنادي عمره ما بينسى المواقف اللي ولاده بيعملوها معايا. والكابتن وائل جمعه كلمني يعني، قمت واخد قلت له هات يا كابتن وائل القلم، قمت ماضي على ايه؟ على مضينا كلنا على التنازل يعني. عن جزء 30% من مستحقاتنا كلعيبه يعني. معظم اللعيبه اتنازلت، وموقف لو هتصيغه الايام دي في ايام السوشيال ميديا وايام هيبقى ده بعد كام سنه انت بتحكيه؟ بعد احنا 2012 سبع سنين. واللعيبه اتنازلت ولا حد طلع قال احنا النادي وانت ضحيت علشان النادي والكلام اللي بيبقى حاجات اللي بيحصل يعني. فده الطبيعي، ده الطبيعي تجاه النادي. النادي الاهلي ده اللي بيعدي من جنبه بيتشهر. محدش بيضحي عشان النادي او بيخش النادي الاهلي بتقول ان انت تنازلت وعملت، لا، انت بتخش النادي الاهلي بتستفاد اكتر ما انت استفدت 100,000 مره. انت مجرد دخولك النادي الاهلي انت عارف ان انت جاي هتاخد اكتر من المكان اللي انت فيه، وان انت جاي فالفتره اللي فاتت بنتمنى الاخلاص والحب للنادي يبقى من القلب يعني. ما يبقاش كلام تكسب بيه تعاطف الناس وخلاص،
لان احنا الناس هيوصل لها في الاخر ربنا هيوصل الناس عارفه مين بيضحك هيوصل لها مين اللي بيحب النادي بجد ومين اللي بيخلص للنادي ومين اللي بيتكلم عشان الفرقه والكلام ده كله. فان شاء الله الفتره اللي جايه بنتمنى ان كلنا نتكاتف ونحب النادي بجد من قلبنا يعني. ان شاء الله. طيب